خير يا باشا؟ وفي حاجة حصلت؟ ما لقيتش حتة اروحها يا ابراهيم، قلت اجيلك، كنت عايز اتكلم مع حد من غير خوف. كلهم باعوني يا ابراهيم، كلهم خانوني. معلش يا باشا، ان شاء الله ازمة وتعدي وكل شيء يرجع زي الاول واحسن. تصور مين اللي سأل عني يا ابراهيم؟ مين؟ الوحيد اللي ما كنتش اتصور ابدا انه يسأل عني. متولي باشا. متولي باشا طول عمره مواقفه عظيمة، اقصد يعني طول عمره بيسأل على سعادتك. يا الناس وعلى الدنيا وعلى كل حاجة، كله طلع في شنك يا ابراهيم، في شنك. حتى انت كمان في شنك. ليه يا باشا؟ ده انا طول عمري بخدم سعادتك، ده انت بس سعادتك تشاور تلاقيني بقول لك شبيك لبيك عدك وبين ايديك، انت بس اللي حزين شويه. حزين شويه؟ ده انا جوايا الحزن اللي في الدنيا كلها. أنا وحيد يا إبراهيم. أنا أكتر يا باشا، خصوصا بعد مراتي ما ماتت وبنتي سابتني وراحت تعيش مع جدتها. والله يا باشا أنا بخش البيت ده كأني داخل قبر. سعادتك عارف يعني لا ليا صديق ولا صاحب. يعني بقينا في الهوا سوا إبراهيم. عفوا يا باشا، بس سعادتك تقدر تملى حياتك وبيتك غنى ورقص وضيوف، لكن انا للاسف ما اقدرش. مفيش غير اني بقعد مع نفسي كده احيانا تلاقيني بدندن، يعني اغني مع نفسي. انت بتغني يا ابراهيم؟ طب غني يا ابراهيم، سمعني. انا عمري ما سمعتك بتغني. معقول يا باشا؟ مش ممكن. عشان خاطري يا ابراهيم غني، عايز اسمع عشان خاطري. امرك يا باشا، امرك. أحب عشت الحرية. حلوة أوي الغنوة دي منك يا إبراهيم، عشت الحرية. لا طبعا يا شمس، مش ممكن. لازم تروح له يا عم، لازم. أنا محتاجك جنبه أوي، تعبان أوي يا عم صدقني. وبعدين في النهاية انت اخوات. عايزاني بعد اللي عمله معايا اروح له؟ ارجوك يا عم، انا عارفه قد ايه هو غلط فيك، ان هو محتاج لك جنبه اول اليومين دول. اوعى تسيبه يا عم او تتخلى عنه، لان كل اللي حواليه سابه في لحظه ضعفه. صدقيني يا شمس حبيبتي، انا مش هقدر اعمل معاه اي حاجه. حاول ما تعملش حاجه، اقعد جنبه واتكلم معاه وحاسس انه مهم بالنسبه لك، ان حبه لسه جواك. وبعدين ما تنساش يا عمو ان بابا هو اللي رباك، يعني في منزله والدك بالظبط. مش عارف اقول لك ايه بس يا شمس. ما تقولش اي حاجه، كل اللي هقوله لك انسى اي اسيه، وافتكر ان اخوك ومحتاجك معاه دلوقتي. يلا يا عم قوم معايا. مش بالسرعه دي يا شمس. ارجوك يا عم، انا ما عرفتش انام طول الليل، كنت قلقانة عليه قوي. انت مش متصور حالته النفسية كانت عاملة ازاي. على فكرة يا عم، انا افضل انك تروح له لوحدك علشان ما يحسش ان انا قلت لك اي حاجة. حاضر يا حبيبتي، هروح له. ربنا يخليك ليه يا عم، ويخليكوا دايما لبعض. وحالته ايه دلوقتي؟ حالته النفسية سيئة جدا. خلي بالك يا شمس، ابوكي ما بيحبش اي حد يشوفه في لحظات ضعفه. مش لحظات ضعف يا عم، ده كسر، وكسر كبير قوي، ولازم نلحق نلمه قبل ما يتمرد ويثور ويخرب الدنيا. واظن دي فرصتنا علشان نعرف نغيره. من فضلك يا عم روح لوحدك من غير ايمن ولا تنتصار. Thank you.
حسان حسان لحظتك معاك، مع السلامة. في صباح الخير. صباح الخير. الله الله، استنى ولا امشي؟ ده اتوقف على سبب جايك. اهلا، وحشتني قوي، قلت اجي اشوفك. انت كمان وحشتني يا حسام. ترددت كتير قبل ما اجيلك. وانت اخويا يا حسين. وانت اخويا وابويا في نفس الوقت. تعال 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 يا حسين. قول لي يا حسين، عامل ايه هناك؟ الحمد لله كله تمام. طب خلاص هاتهم وارجع هنا تاني. يعني ما افتكرش ان ده وقته. يعني ايه مش وقته؟ مسألة محتاجة ترتيب. قول لي انت عامل ايه؟ في ايه؟ في الدنيا كلها؟ كله تمام، كله مظبوط، ماشي زي انت تعبان يا نظام؟ يعني شوية. يبقى انا قلبي دليلي. ازاي يعني؟ حسيت ان اخويا تعبان، قلت اكيد محتاجني جنبه. ما هو ابن الناس اللي زينا لازم يبقى اصيل. يا اصيل، بتشوف عزيزة اليومين دول؟ يعني وعرفت اللي حصل. ورأيك ايه؟ المهم انك تكون مبسوط تحت اي ظرف يا نظام. لا يا حسام، ده انا تعبان، تعبان قوي. من عزيزة برضو؟ لا، عزيزة ايه يا حسام؟ امال تعبان من مين؟ من نظام. حد يتعب من نفسه يا نظام؟ تصور صح، اجمل تعبير سمعته في حياتي، نظام تعبان من نظام، نظام تعبان من نفسه. يا حسام، ده الإنسان لما بيبقى تعبان من نفسه بيبقى التعب ده قاسي أوي فعلا. قولي أمال شمس فين؟ مش عارف، أنا صحيت من النوم ما لقيتهاش. يظهر راحت عند أمها. جايز برضو. حسام، تفتكر مين فينا اللي هيكسب؟ انتوا مين الأول؟ أنا ولا عزيزة؟ مين فينا اللي هياخد شمس؟ جرالك يا نظام، هي شمس دي لعبة؟ شمس خلاص كبرت، بنت بني آدم ليها كيانها. انت لسه مصر على انك تعاملها الطفلة شمس اللي تقول لها سيبي دي ومسكي دي؟ وحتفضل طول عمرها في نظري الطفلة الصغيرة البريئة اللي كانت تقعد تتنطط على كتافي اول ما ادخل، تقعد تصرخ وتقول بابا جه بابا جه بابا جه. يا حسام، تقدرش تصور قد ايه السعادة اللي كانت بتبقى مرسومة على وشها. تصور تصور انا شايفها قدامي دلوقتي زي ما يكون اللي انا بحكيه ده حصل امبارح. يا ده العمر جري بينا بسرعة اوي. هو العمر كده انصام، هو ده طبعه، يفضل يجري يجري لغاية ما يوقف مرة واحدة ملهاش رجعة. والشاطر اللي يعمل حساب اليوم ده ويفتكره كويس نظام، لانه بيبقى صعب قوي على اللي بينساه. هاي الايمن، خطه عبقريه لازم تتنفذ فورا. احنا مستنيين اوامر سعادتك يا باشا. وانا جاهز، السلاح موجود والمفرقعات والقنابل وفتحي كمان اهو. احسن واحد متخصص في المفرقعات. ما تتكلم يا فتحي. اتكلم اقول ايه يا باشا بعد كلام جنابك؟ ده كلنا بنتعلم بفضلك. استغفر الله العظيم، الفضل ربنا سبحانه وتعالى. محتاج مني حاجه تانية؟ سلامتك يا باشا. فتحي هيبقى معاك، هيوصل لك المفرقعات والسلاح وهيركبها ويفجرها في المكان اللي تحددوه في الساعه والثانيه اللي تقولوا عليها. انا برضو مش فاهم، عايز كلام محدد. العمليه دي هتتنفذ ولا مش هتتنفذ؟ عمليه كولومبا هتتنفذ. ودي خطتها ايه؟ كل الخطه معايا بالتفاصيل. كويس قوي يا بطل. مين فينا بقى اللي هيقوم بالمهمه دي؟ كلنا. بس خلوا بالكم العمليه دي صعبه جدا، يعني كل واحد لازم يبقى عارف هيعمل ايه بالظبط،
واحد زائد واحد يساوي اثنين، صح؟ لا يا عزيزة، المرة دي الرواية اختلفت. اختلفت ازاي يعني؟ مصطفى يمكن يخرج بعد اسبوع. معقولة؟ انا وعدتك، بس بنفس الشرط اللي انا قلته. سيبك من الموضوع ده، اهم حاجة يا عزيزة انك ترجع لبيتك ولجوزك. كنت متأكدة انك هتقول كده. تبقى ذكية فعلا. معرفتش ان انا ذكية غير دلوقتي. عزيزة نظام تعبان قوي، حتى اسألي شمس وهي تقولك. عنده ايه تاني؟ حاجات كتير قوي، اهمها نفوذه اللي بدأ يطير من ايديه ده، غير انه مغضوب عليه جامد. ليه يا ترى؟ مش عارف. كل واحد وله يوم يا خالي. تقصدين انا يا عزيزة؟ كل واحد بيحس بنفسه. عزيزة المهم، عيب انك تسيب الباشا في الظروف دي، وعيب كمان انك توعدي فرح بخروج ابوها وتخرب وعدك. انا مش هرجع يا خالي. طيب خلاص، يبقى مفيش خروج لمصطفى. حرام عليك يا خالي، هي بنتي فرح ما بتأثرش فيك. احنا لسه قايلين كل واحد وله يوم. انا قلتها كلمة يا عزيزة ومش هتنيها. قلت ايه؟ لما يخرج مصطفى هبقى ارجع يا خالي، على الاقل اكون استريحت شوية. ماشي يا عزيزة، ماشي، بشوف اخرتها معاك ايه. مع السلامة يا خالي. الله يسلمك، انا كده عملت اللي عليا. اهلا 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 يا هانم. صباح النور. صباح الخير. حسام كلمني من شوية وقال لي اجيلك. خير؟ نظام تعبان قوي، بيقولك لازم تروحي له. هو عارف طبعا ان ده صعب عليكي قوي دلوقتي، بس معلش الضرورة ليها احكام. صدقتيني يا عزيزة. هو حسام مش معاه؟ طبعا مش هيبقى ذلك. طب وانتي وايمن هترجعوا الفيلا؟ لا طبعا، انا وابني لا، حتى حسام هيقعد معاه كام يوم لغاية حالته ما تتحسن. عزيزة انا بقترح عليكي بس تروح للباشا لحد الازمة دي ما تعدي، وبيمشي بعد كده يا ستي، ونبه علي اجيلك المرة دي والمرة اللي فاتت كمان. انا عارفة هو عايزني ليه، هو تعبان ومحتاج حد جنبه، لكن اول ما يخف هيرجع زي الاول وهيطردني تاني. انا ما كنتش متخيل ان ده كله يحصل. ده انا اللي ما كنتش متخيل اطلاقا ان ده يحصل. شمس بنت نظام باشا ودرويش الشاعر سلوك، مش ممكن. الدنيا غريبة فعلا. ومالك زعلان قوي كده ليه؟ انا مش زعلان يا شموس، انا مستغرب بس. وبعدين تعالى هنا، سميت اللي شكل واحد زعلان. انا متهيأ لو عملوا احصائيه عن اسعد واحد في الدنيا مش هيلاقوا حد غيري. شمس الشموسه قدامي وجايه لي من سفر، وقلبها بقى ملكي وقلبي بقى ملكها، وتقول لي زعلان؟ ده كلام بجد سعيد يا درويش؟ فوق ما تتصور يا شموسة. على فكرة أنا كتبت لك قصيدة. بجد؟ ليا أنا؟ عن إيه يا ترى؟ أنا بقول تسمعي أحسن. يا ريت. طيب يلا نقعد، وهي دي قعدة. بتضحك على إيه؟ بضحك على شموسة اللي مش عارفة تقعد على الأرض، اللي منها وإليها. بكرة تعود. وليه؟ ما انت كده كويسة. طب إيه رأيك بقى إن أنا هقعد وأدي قاعدة يا سيدي؟ أيوة، مفيش حد أحسن من حد. شفت بقى يا سيدي؟ ده انت اللي ست يا ستي. طب يلا قولي بقى القصيدة. رموسنا لشمس الشموسة، ورميت كل سنين أيامي، طرح الحب في عين عروسة أغلى وأجمل من أحلامي، طرح الحلم الغالي حبيبي، صباح نور الفجر نصيبي، اوعي يا شمس العمر تغيبي ولا تصح الخوف في منامي، يا شمسي يا نبض حنيني، يا وطني وعمري وسنيني، يا شرفي يا ضيق بيني، صوتي وشعري وأنغامي يصرخ لك بالحب أنيني، وبخبي الأشواق في كلامي.
شموسة ايه رأيك؟ جميلة قوي يا درويش، معقولة دي علشاني؟ انا هكتب لأعز من مصر منك. على فكرة يا شمس، دي اول مرة اكتب قصيدة بالشكل ده، قلت يعني من حق ومن حقك يبقى لنا نصيب ان شاء الله بواحدة. درويش انا انت ايه؟ انت اكيد عارف. عارف، واكيد انت كمان عارفة. عارف، يبقى خلاص مفيش داعي ليها دلوقتي لما نشوف اخرتها ايه. طيب يلا بقى نقوم. زهقت مني؟ انا زهق منك يا درويش. طب انا زعلانه منك، اتفضل اعتذر دلوقتي حالا عن اللي انت قلته. انا اسف يا شمس، بس ممكن اعرف مستعجله ليه؟ اولا علشان بابا تعبان، وثانيا بقى عشان احنا سايبين حلاوه في الشمس وزمانه ساح. خبر ابيض، انا فعلا نسيته. طب يلا بسرعه بقى نلحق. طيب هشوفك تاني امتى؟ بكره لو عايز. الا لو عاوز، بدل ود ود يا شموسه ما تمشيش ابدا، ايه رايك؟ لا يبقى لحد بكره احسن. ما قلتليش انت هربت ازاي من المراقبه؟ يا درويش يا حبيبي انا مش متراقبه خالص. لا والنبي ما تطمنيش قوي كده، دول سايبيننا ومدينا الامان وفجاه هيطبوا علينا زي القضاء المستعجل. انا مش فاهمه هم عايزين مننا ايه؟ ده حتى انت واخد هدنه، لا بتروح ولا بتيجي، وانا زيك بالظبط. حاجه غريبه قوي. الله اعلم ايه اللي هيجرى ساعتها، هتتقلب كل الموازين. الله 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 الله، وانا اللي جاي اجري وقلت ده سحف الشمس والحقه، جيت هنا ازاي؟ وانا فعلا سحت في الشمس، لولا الله يكرمها سعديه لمتني وخدتني من ايدي وقعدت تطبطب عليا كده وسحبتني من ايدي لغايه هنا زي النعجه. ضحكتك قوي دي يا قروف. الله 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 الله، انا سامع صوت كروان معاك يا سيد درويش. هي الست شمس لسه موجوده؟ انا لسه هنا يا حلاوه، بس ماشي دلوقتي حالا. قول لي بقى، مش عايز اي حاجه اجيبها لك معايا بكره ان شاء الله؟ لا كتر الف خيرك، لو امكن يعني شويه كباب زي اللي جبتيهم النهارده، بس الله يكرمك تزودي السلطه شويه. بس كده من عينيا الاثنين. الله يخليك. عن اذنك. درويش يا درويش، عاوز ايه يا حلاوه؟ يا راجل سعدية، سعدية يا درويش. ايه ده؟ مال بيه؟ مالها سعدية؟ قمر بدر منور في ليلة تمامه. لا سعدية بدر وقمر منور في ليلة تمامه، شفتها ازاي دي؟ لا انا شمتها. اسكت اسكت يا درويش، ده انا قلت لها شوية كلام وشعر، مش انا ألفت شعر يا درويش. ألفت شعر يا درويش؟ ولما تألف انت الشعر اعمل انا ايه؟ ابيع فول؟ اقرص فلافل؟ يا راجل ما تبيع ولا تقرص، هو حد عايشك؟ سيبنا انا كمان براحتي، انا بقى حر في نفسي، اغني الحن الف شعر، خصوصا ان اوتار قلبي دندنت بحب اصيل. يا سلام، اوتار قلبي دندنت بحب اصيل. لا ولا فعلا بقيت شاعر. من عشر الام؟ لا مش قضيه من عشر الام، اصل انت ما عندكش فكره، الحب ده بيعمل المعجزات، ده انا حتى يمكن افتح. انت المسؤول عن الحكايه دي، انت اللي قلت انك هتجيبها معاك وخليتني اوافق انك تفتحها من تاني، يعني انت المسؤول عن الاهانه اللي حصلت لي دي. يا باشا ما فيش بين الزوج والزوجه اي اهانه، ده عندكم هناك في الحاره، لكن عند الباشوات لا. لا يا ابراهيم افندي، عن اذنك عندي مشوار. خير يا باشا؟ الحقيقه انا سمعت ان معاليك بتمر بضائقه ماليه، واحنا طبعا لازم نشيل بعض في الازمات اللي بالشكل ده، عشان ما فيش اي حد يحس ان واحد من البشوات تعرض للظروف دي، فقلت اجي اعرض على معاليك مساعدتي. قل لهم لا يا باشا، مش متولي اللي هيمد ايده ليهم مهما حصل، رغم اني عارف ان هم السبب في اللي انا فيه، لكن مش هحتاج منهم ولا منكم حاجه، لاني ده شرف كبير ووسام علقوا على صدري.
هما مين دول اللي اقول لهم لا واقول لهم ايوه؟ انا جاي لك بصفه شخصيه يا متولي باشا. حتى لو ده حقيقي انا اسف، مش هقدر اقبل منك حاجه، لاني عارف الفلوس دي جايه منين ورايحه فين. مش كده ولا ايه؟ انا اللي اسف اللي جيت لك. عن اذنك. الجريده هتفضل مقفوله لحد مصطفى ما يطلع. انا مش عارفه اعمل ايه يا فرحه، حاسه بملل فظيع. انا اصلي مش واخده على كده، طول عمري واخده على الحركه والشغل. حاسه دلوقتي زي ما اكون مسكونه فعلا. لو عايزه يا ستي حد يملى فراغك ممكن قوي نملاه سوا. لا انا فراغي هنا يا فرحه. لا ده بقى انا ماليش فيه ومقدرش عليه. تصوري رغم المده الصغيره دي لكن كان مالي علي حياتي. وده مين بقى يا ترى؟ قولي لي يا فرح، انتي بتحبيني فعلا؟ طبعا بحبك. انا متاكده طبعا انك بتحبي باباكي قوي. اكيد بحبه، مالي فراغي كله طبعا، بس مش معقده بيه. يعني ايه؟ يعني مش زي البنات اللي بتحب باباها قوي لدرجه انها بتبقى عايزاه ليها هي بس. تعرفي انك ذكيه جدا. طبعا مش بنت مصطفى المحمودي. انت كنت عايزه تقولي حاجه مش كده؟ تقريبا. طيب ما تقولي. يعني كنت اتمنى هو اللي يقولها. يقولها لي انا؟ وهو بقى قال لك عليها في زيارتك الاخيره ليه؟ ايوه. ده انت خطيره جدا بقى وانا ما كنتش اعرف. معقوله قدرتي تغيري بابا بالشكل ده؟ تصوري ان انا حاولت معاه كتير قوي بس مفيش اي فايده. انا سعيده، سعيده قوي قوي يا مدام ليلى. بقول لك ايه؟ من النهارده نبطل كلمه مدام دي وتقولي لي ليلى على طول. حاضر يا استاذه ليلى. المهم بس يطلع بالسلامه زي ما قال ابراهيم ده. والله انا خايفه من حكايه التعهد اللي طالبه ده. تعهد ايه؟ انسي الكلام ده خالص. لا ازاي؟ انا هفضل قافله الجريده علشان ما تكتبش فيها اليومين دول. قولي بقى انك عايزه تاخدي شهر ولا شهرين عسل. حتى لو زي ما بتقولي من حقنا طبعا. طبعا من حقه ومن حق بابا كمان اكتر. تعرفي انا لغايه دلوقتي مش مصدقه ان هو وافق على الجواز. بس عايزه اقول لك حاجه بقى، انا كنت حاسه وهو كمان لمحي وانا لمحت له. ازيك يا ليلى؟ اهلا يا منير. فرح بنت الاستاذ مصطفى المحمودي طبعا، فاكر منير اخويا. اهلا وسهلا. اهلا. على فكره انا فرح انت اكيد متراقبه. اشمعنى يعني؟ علشان والدك. وفيها ايتي؟ فيها كتير طبعا. حضرتك تقصد ايه بالظبط؟ قصدي انا فرح مفيش داعي بعد كده تيجي الليله. انت بتقول ايه يا منير؟ جرى لك يا ليلى؟ بقول اللي لازم اقوله. في حاجه تزعل دي يا فرح؟ لا لا ابدا، عن اذنكم. لا مش هتمشي يا فرح. من فضلك يا مدام ليلى هدي نفسك، مفيش داعي يكون في مشاكل بينكم بسببي انا. قلت مش هتمشي يعني مش هتمشي. وبعدين يا مدام ليلى ارجوكي انا مش متضايقه من اي حاجه، عن اذنكم. ايه اللي انت عملته ده؟ بخاف عليك يا ليلى. ده مش خوف يا اخي، ده قله ذوق متناهيه. ربنا يسامحك. ايه؟ بص لي كده ليه؟ انت بتهز دماغك جامد قوي كده ليه؟ بتغمضي عيني وبتفتحيها. فيها ليلى؟ انا لا ما بهزش دماغي. الهز وقف بس دلوقتي. لا يا منير انا ما بهزش دماغي. هو انا هتبلى عليكي؟ ان شاء الله جسمك كله يتهز ويحصل له كهربا. انت حره. أنا لسه جاية من عندكم، تعالي معايا بقى. على فين؟ نروح بيتنا، نقعد كده ونرغي زي زمان. أنت لسه فاكرة؟ طبعًا، ودي حاجة تتنسي؟ تعالي.
فرح يا فرح، تعال. ازيك يا فرح؟ ازيك يا تعال. شربات صاحبتي. اصحاب من واحنا قد كده، ياما لعبنا هنا سوا وركبنا عجل و... مالك يا فرح؟ لا ابدا مفيش حاجه. ازاي بقى؟ لا فيه، اصل اخو مدام ليلى تقريبا طردني بالمحسوس كده من بيتها. ليه؟ خايف عليها مني، اصل شاكك ان انا اكون متراقبه يعني، عشان بابا وماله يعني مشبوك، اصل وطن. ما تزعليش يا فرح. طب ليلى عملت ايه؟ كانت هتبقى خناقه بينها لولا يعني ان انا فهمتها الحكايه مش فارقه معايا في حاجه. معلش يا حبيبتي، تعالي اقعدي معانا فوق شويه. لا معلش يا فندم، انا عايزه استريح شويه. طيب بقول لك ايه، لما ترتاحي بيعدي عليا. باذن الله، عن اذنكم. يلا يا شربات. عيناك نهر النيل، وشعورك الفيضان، وخدودك ورد جميل للندى عطشان. يا ندى أني سعدي. عارف عارف يا سعدي، أنا قلبي بيدق بحبك بالجامد طول النهار عمليون. سعدية سعدية سعدية، وانتي قلبك ما بيدقش ويقول حلاوة حلاوة؟ بيقول بس بشويش. ليه خليه يقول بالجامد يسمعني، عايز يقول يا حلاوة. قوليلي يا حلاوة. يا حلاوة. الله الله على النغم البياتي. مساء الخير يا سيكا. انت جيت يا نهوان. دي ياد الحب والهيام ده كله. انا قلت لك ان انا بحب بجد يا غبي. الله. طب ليه الغلط انفتح؟ اسكت يا درويش، ده الحب ده طلع حلو بشكل. الله. تضحك عليا يا حلاوه ولا على نفسك؟ بضحك علينا احنا الاثنين. ما هو لازم الواحد يلاقي حاجه يسلي بيها وحدته. اشمعنى انت يا اخي؟ دي غيره بقى. هو زي ما تقول كده. ايوه يا حبيبي، بس في فرق كبير قوي. دي شمس الشموسه، شمس الشروق، ودي شمس الغروب. اسمع يا حلاوه، ما اقولك اهل البلد جايين يسهروا معانا النهارده، حضر نفسك ما تفضحناش. لا ده انا هغني لهم الاغنيه اللي انا الفتها الظهر. جميل، ما تقول لي مقطع منها. لا دي مفاجاه، بس ضروري تكون سعديه موجوده. لا يا اخويا هتبقى موجوده، اطمن. دايره تلف في البلد وتقول سي حلاوه صوته حلو، سي حلاوه مفيش احلى من كده صوت. الله 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 الله، يبقى الحب شاف شغله معاها هي كمان. اهو كده الكلام ولا بلاش. بقولك ايه يا درويش، قوم اعمل لي كوبايه ينسون اسلك بيها زوري، ولا اقول لك هات السباك. خلصني. هيفضلوا يتحايلوا عليه طول الليل ولا ايه؟ بتغني؟ لا ما انا هغني اهو، بس ترد ورايا. تقولوا يا حلاوه يا حلاوه. مش دلوقتي يا اخوانا، لما اغني. يلا هات العود يا درويش. اتفضل يا سيدي. هتغني ايه؟ انا هقول لهم الاغنيه الجديده اللي انا مألفها. ايوه، يعني اللي هي ايه؟ جدع معلم قال يا نصان. دي أغنية عم بيرة مالها؟ هو هتعرف هتعرف. اديها. ممكن تقول لي لو سمحت؟ اتفضل. ايه الأخبار؟ كله تمام. أول ما تيجي لازم العربية تضرب، وأنا وسامي هنفكتك. كل واحد ياخد مكانه، اتكل على الله.
فين ابنك؟ فين الزفت اللي اسمه ايمن ده؟ خير يا نظام في ايه؟ انا هوديه لك في داهيه، انا هسلمه بنفسي للبوليس. الولد ده لازم يدخل السجن، لازم. في يا نظام بتقول كده ليه؟ ابنك كان بيفجر الكلوب يا سيدي. مش ممكن. لا ممكن يا سوء هانم. والله فيه الخير. خير ايه؟ بقولك كان بيفجر الكلوب بتقولي فيه الخير؟ لما ابنك يا استاذ قبل ما يتنفي في مكان ما تعرفوش، ان ما بلغتش عنه انا هبلغ عنه بنفسي. تبلغ عن مين يا نظام؟ تبلغ عن ابن اخوك؟ بقولك ايه؟ افهمك ازاي؟ بقولك كان بيفجر كلوب، ابنك عضو في مافيا يا استاذ، مافيا قتل وتدمير وقلب نظام حكم. كفايه بقى، كفايه. يوصل الاول بالسلامه وبعد كده قول اللي يعجبك. انا مش هقول، انا هسلمه. ابقى سلمه زي ما انت عايز، وبعد كده حط النشان على صدرك وقول ده نشان الوطنيه بتاعي. ارجوك يا سهى اسكتي انت دلوقتي. اسكت يعني ايه؟ اللي عايز يسلمه ده يبقى مين؟ ابني ولا ابن الجيران؟ يا سهى ده كلام بيتقال في لحظه غضب. في يا عم هيسلم ابن اخوه؟ ايوه في يا حسام بيه، علشان احمي نفسي منه ومن امثاله، علشان احميه هو كمان من انه يرتكب عمل مجنون زي ده مره تانية. تفتكر يا نظام لو سلمته هتحميه زي ما بتقول من انه يرتكب بعد كده اي عمل مجنون؟ ما افتكرش يا نظام. عارف ليه؟ لانه مش هيبقى موجود، لانهم هيشنقوه. لا اطمن يا حسام بيه، مش هخليهم يشنقوه، هخليهم يحبسوه بس. مبسوط؟ هو في حاجه تبسط اكتر من كده؟ انت ليه مش بتحب ايمن؟ من اعماله. ولو كان عندك ابن برضه ما كنتش هتحبه؟ انا مش ممكن يكون عندي ابن ويتصرف التصرفات دي. الحمد لله ان بنتك ما بتتصرفش التصرفات دي اهون برضو. انا بنتي ما تعرفش الكلام الفارغ ده. لا مش كلام فارغ نظام، دي ناس بتدافع عن وطنها ضد مستعمر اجنبي. فوق بقى. الظاهر مش ايمن بس اللي محتاج انه فوق يصحى، انت كمان محتاج تفوق وتصحى. ويكون في علمك انا عارف كويس ان بنتي ما عرفتش الكلام الفارغ ده الا منك انت وابنك. شوف يا حسام، بنتي دي لو حصل لها حاجه انا مش هكفيني في كره. اهلا اهلا الاستاذ ايمن، اتفضل. كويس قوي انهم ما قبضوش عليك، علشان انا هسلمك لهم بنفسي. ايمن خش دلوقتي. يلا معايا، اتفضل. حسام لما ابنك وتصرف قبل ما نروح كلنا في داهيه. بعدها معك ايمن، مش احنا قلنا بلاش المسائل الخطيره دي؟ يا ابني انا مش حمل الحاجات دي، انا ما عنديش استعداد اشيلك وانت ميت. خير يا باشا. مساء الخير يا حضرتك. خير. ايمن حسام موجود؟ انا حضرت الظبط. في حضرت الظبط؟ في انهم بيقبضوا على كل المشتبه فيهم في حادثه النهارده. حادثه ايه؟ ايمن ابني هنا من بدري. يبقى يقول الكلام ده في التحقيق. طيب ثواني اغير هدوم. لا ما تروحش معاهم يا ايمن، اوعى تسلم نفسك. اعملها زي ما هدد يا بابا. أرجوك تتصرف، اعمل تليفون، اعمل أي حاجة، هياخدوا ابننا مننا. مش قادر أصدق، مش قادر. أنا جاهز يا حضرت الظبط. استنى يا أيمن، أنا هاجي معاك. لا ما ينفعش. حضرتك تبقى هتيجي الصبح. اتفضل يا أيمن. أنا
ابوك ضيع ابني؟ ارجوك تتصرف، خليه يرجعهولي. ايه دي يا سوى؟ انا متاكد انه لا يمكن يكون نظام. لا هو نظامه ما فيش غيره، طول عمره بيكرهنا، طول عمره بيكره ابنك بالذات، عايز يخلص منه. انا عايزه ابني. وانا يعني اللي مش عايزه يا سوى؟ ما انت قاعد اهو عشان خاطري يا حسام، عشان خاطري تروح لاخوك وتخليه يرجع لي ابني. حاضر يا سوها، هروح له بس اهدي. اهدى انت على راحتك، انا هتصرف. هتعمليه؟ هروح لنظام واحذره، لو ما خرجنيش ابني انا هعرف اخد طاري منه. حاضر يا حبيبتي، اهدي ارجوكي، ارجوكي كفايه اللي انا فيه. اطلعي فوق واهدي وانا هتصرف، انا محتاج 10 دقايق عشان اعرف افكر صح. انت بتقول ايه؟ مين اللي عايزني؟ اتفضل حضرتك معانا وانت تعرف كل حاجه. اجي معاك انت؟ انت اتجننت يا ابني؟ انا نظام باشا ولا انت مش واخد بالك؟ يا باشا والله انا عارف سعادتك كويس قوي، بس دي اوامر ولازم تتنفذ فورا. اتفضل حضرتك اركب معانا. اركب معاك ويا مجنون انت؟ والله انت حر بقى. حر؟ حر يعني ايه؟ يا باشا لاني ما معكش عربيه، لان عربيه سعادتك اتحرقت. عندي عربيات غيرها كتير، عندي اسطول عربيات يا افندي. خلاص يا باشا اتفضل اركب عربيتك وتعالى وانا معاك. فين ابراهيم؟ يا باشا دي اوامر عليا، اعلى من ابراهيم بيبي كتير، وحضرتك فهمني كويس. ايه رايك نظام باشا في اللي حصل؟ انا ما اعرفش سعادتك اي حاجه عن الموضوع ده. ما هو انت مش عارف حاجه، ابن اخوك هو خطط عمليه، ابن اخوك هو انقذ انت، انا كان ممكن اموت لولا حرس شدني. سعادتك تقصد ايه بالكلام ده؟ انا اقصد انت متعاون معاهم. انا؟ ايوه انت نظام باشا. الكلام ده مش مظبوط سعادتك، الكلام ده لو صحيح انا ما كنتش رحت الكلاب من اصله. الكلام اللي انت قوله دلوقتي هو اللي مش صحيح. انت كان لازم يروح عشان نغطي موقف. ها انت كل اسبوع يروح، كان لازم يروح الاسبوع ده ومش اتاخر. لا ده كتير عليا اوي. فعلا ده كتير نظام، بس مش عليك، علينا احنا. نظام باشا خلاص انت مش محل ثقه. سامع ابراهيم؟ وايه اللي مطلوب مني دلوقتي سعادتك؟ nothing، انت روح دلوقتي بعدين احنا نتصرف. لازم تعرف سعادتك ان مش ممكن اوافق على اللي حصل ده ابدا، سعادتك عارفني كويس من زمان. ده كان زمان يا فندم. نظام باشا صديق ومتعاون. بس دي كان زمان، هو دلوقتي مش مهم بالنسبه لي خلاص. يعني ايه؟ يعني ايه مش مهم بالنسبه لكم دي؟ يعني خلاص دورك بالنسبه لنا خلاص. نظام انت بقيت خطر. يا فندم انا عايز اقول سعادتك. انت تسكت خالص، مفهوم؟ مفهوم مفهوم يا فندم. انا عايز اعرف، لا انا عايز اعرف انا عملت ايه ده كله. مش مهم انت يعرف انت عملت ايه، لكن مهم احنا هنعرف نعمل ايه.